أوجه هنا لحضرتك أستاذ عبد الغني، لأنه برضو أصابع الاتهام كانت بتوجه للمستثمرين، رجال الأعمال، أصحاب هذه المصانع وما إلى آخره. حضرتك تقييمك وشايف برضو فيما يخص المسؤولية، مسؤولية هذا الطرف عن تدهور صناعة الغزل والنسيج في مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. بشكركم طبعا لاستضافتكم في هذا البرنامج، وبنمسي على حضرتك وعلى أعضاء البرنامج وعلى السادة المشاهدين. طبعا تعرف أن قطاع الغزل والنسيج، أي دولة في العالم عايزة تقضي على البطالة بتهتم بقطاع الغزل والنسيج. النهاردة الهند عندها 95 مليون بيشتغل في قطاع الغزل والنسيج. الصين تقريبا قضت على البطالة باهتمامها بقطاع الغزل والنسيج. النهاردة المستثمرين بيعانوا يعني معاناة كبيرة جدا بسبب المشاكل الكتيرة اللي بتخص هذا القطاع. من أولهم يمكن أكبر مشكلة كانت لها دور أساسي في غلق مجموعة من المصانع اللي حضرتك ذكرتيها، 2400 مصنع، وقد يكون يزيد، لأن ناس كتير فتحت جديد وسابوا المصانع ومشوا.